السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 23 أكتوبر 2021. فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الجولة على السطح، وفي نفس الوقت ندوي لكم على التسجيل اللي دارته معايا القناة الثانية ديال المغرب دوزام هنا في السطح على زراعة الأسطوح، وكيفاش يعني أننا نفكروا أننا نشجعوا الناس أنهم يغرسوا يعني إذا كان عندهم ديزيسباس ولا شي حاجة يغرسوهم، وفي نفس الوقت مع هذا المشكل ديال المجال الحضري ولا البناء طاغي، يعني الاماكن الخضراء ما بقاتش، لي ديسباس فيغ ما بقاوش. دونك الناس خصها تفكر شويه في هذه القضيه ديال زراعه الاسطوح ولا زراعه ديال اي حاجه، اي اسباس عندك، اي مساحه خاليه عندك، يعني البالكون ولا لاكور بحال هكا. الفلفلة الحارة اللي جنيت خديت واحد الكرموصة من هنا رائعة، ولكن غادي تشوفوها ان شاء الله من بعد في الفيديو اللي غيكون تسجل مع القناة الثانية. واحد فاسيتا هو باقي وحدة، باقي حبة، وهي باقا هنا ما طيباش هادي. بون هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. ان شاء الله منين غادي تحط الفيديو في القناة الثانية في ديك الوقيتة غادي نحطو لكم ان شاء الله. نصيب الفرد الواحد هنا في تلك في العاصمة الإدارية يفوق 40% هنا دون احتساب يعني الحزام الأخضر الذي هو محاط بمدينة الرباط. وفي غياب هذا المتنفس في مدن أخرى وجد البعض حلا ربما للوصول إلى مساحات خضراء. حميد يحول سطح منزله إلى حديقة. نعم حميد، وصراحة هو ما قام به وحقق حلما كان قد راود أمه قبل أن تتوفى، ووفاء لذكراها قرر أن يحقق هذا الحلم. كانت والدته ترغب في مساحة خضراء تروح بها عن نفسها، وبعد وفاتها ووفاء لذكراها قرر حميد أن ينشئ مساحة خضراء على سطح بيته بعدما ضاق ذرعا من غياب متنفس أخضر في حيه أو قرب الحي ليروح به عن نفسه مع عائلته. هل نجح في ذلك؟ الإجابة ضمن هذه المبادرة التي توصلنا بها. زراعة الأسطح علاش بالضبط؟ الفكرة أن مثلا مني تبغي مثلا مساحة خضراء، ولا مني تبغي باش تمتع مثلا بالخضرة، بهاد الخضروات يعني، ولا بهاد الطبيعة، خصك ضروري تخرج برا ديال 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 الدار البيضاء، أولا تمشي لبعض الحدائق اللي ولات كتسد وما بقاتش مازال مقادة مزيان. وضروري خصك تكون عندك وسيلة النقل إلا كانوا عندك الدراري وداك الشيء، دونك ما يمكنش كيفاش غادي دير. هذا هو علاش أنا قلت بحال هكا، يعني أنا نتمتع ونمتع وليداتي ونغرس في هذا السطح ديالي. كنحاول ما أمكن أنني نشجع الناس أنهم يتشجعوا يديروا هذا الشيء. يعني عندك أن سباس في السطح استغلوا، عندك أن سباس في لاكور استغلوا، عندك أن سباس في البالكون استغلوا، دير فيه نباتات منسمة، دير فيه ما كنتيش قادر باش دير شجر، دير هذه الأعشاب والخضروات. أيامات الكونفينمون كنا كنطلعوا لهنا للسطح وكنجلسوا هنا في السطح وكندوزوا الوقت ديالنا وسط الطبيعة، كنشموا الأكسجين، كنتمتعوا بالخضروات، يعني بالخضرة ديال يعني هذا الأشجار هذه، وفي نفس الوقت يعني كنحيدوا علينا ذاك الستريس وذاك الضغط اللي كنديروا علينا الكونفينمون ولا الكوفيد. تبارك الله عليه صراحة ناجح. نعم هو فقط يعتبر مثال واحد من بين كثير من الناس الذين حولوا مجموعة من المساحات في بيوتهم إلى حدائق. لماذا؟ لأنهم صراحة لم يعودوا يأملوا في أنه في يوم من الأيام سوف يجدوا مساحة خضراء بعيدة على الأقل ب300 حتى 500 متر عن بيوتهم أو عن أحيائهم. فهذه مناسبة في فقرة بيئتنا للدعوة إلى خلق المزيد من المساحات الخضراء. حميد راسلنا عبر الفيسبوك من خلال موقعنا على صفحة فيسبوك دوزام بوان بيئة، وأيضا يمكنكم أن تراسلونا حتى عبر